فيلم حياة الماعز الذي أصبح حديث الساعة بعد تصدره قائمة الأفلام الأكثر مشاهدة على نتفليكس. إن رحلة هذا الفيلم لم تكن سهلاً، بل استغرقت 5 سنوات من العمل الشاق منذ عام 2018 حتى 2023، حيث تم تصويره في مواقع متنوعة تمتد من الهند إلى الأردن والجزائر. ومع تلك الإمكانيات الهائلة تواجه القصة جدلاً كبيراً، حيث تطرح أسئلة عميقة حول تأثيرها على العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية والهند. تقوم الأحداث حول نجيب، الشاب الهندي الذي يعيش مع زوجته الجميلة في منزل متواضع يطل على نهر هادئ، تملأهما أحلام الحياة البسيطة وترقبا انتظار مولودهما الأول، ويسعيان لتحقيق حياة كريمة لعائلتهما. لكن كما هي الحياة، الأحلام لا تأتي دوما بسلاسة. يضطر نجيب لرهن منزله ليجمع المال اللازم لتأمين تأشيرة عمل في السعودية، معتقدا أن هذه الخطوة ستكون جواز مروره إلى مستقبل أفضل. هنا يبدأ الفيلم بإظهار الجوانب المظلمة للواقع. عندما يصل نجيب إلى المدينة، يلتقي بحكيم، الشاب الذي لم يتجاوز قريته، ويتعاهد الاثنان على مواجهة التحديات معا. ولكن كحلم يتبدد سريعا، ينتهي بهما الأمر للانتظار في محطة مظلمة بلا مؤشرات، حتى يتم استغلالهم من قبل رجل سعودي يأخذهم إلى عالم لم يتوقعوه قط. تتوالى الأحداث في رحلة مليئة بالألم والمعاناة. ينقل الفيلم بمهارة مشاعر نجيب وحكيم، حيث يواجهان واقع العمل القاسي الذي يفتقر لأدنى مقومات الإنسانية، من مشاهد تناول الطعام الجافي إلى لحظات العزلة وسط الصحراء. يشكل كل مشهد بمثابة اختبار للروح البشرية. نجحت الكاميرا في تتبع ملامح نجيب وهو يتعرض للضغوط، فتمكن المشاهد من رؤية الفقدان التدريجي لروح الشباب وأمل الحياة. الفيلم لا يقتصر فقط على الألم، بل يكشف أيضاً عن الأمل المتجدد من خلال لحظات مؤثرة تتجلى في تعاطف الحيوانات مع نجيب. تلك المشاهد تجعلنا نشعر بالارتباط الأعمق بألمه وأمله. يتطور صراعهم من أجل الهروب إلى حدث مصيري، حيث يجبرون على مواجهة الموت والحرية، مما يبرز قوة العلاقات الإنسانية في أوقات الكوارث. محاولة نجيب للهروب تفشل مراراً، حيث يلحق به صاحب المزرعة ويضربه ويهدده بالقتل بالبندقية التي يحملها. ومع ذلك يواصل نجيب البحث عن حريته والعودة إلى زوجته وأمه وأبنائه. من المشاهد المؤلمة في الفيلم تلك اللحظة التي ينظر فيها نجيب إلى نفسه في مرآة سيارة للمرة الأولى منذ سنوات، فيصدم من تغير ملامحه وطول لحيته وهزال جسده. وفي مشهد آخر مؤثر، يغمس نجيب وجهه في ماء إحدى البرك ليشرب بجانب الماعز والحيوانات، مما يبرز انحداره إلى حياة لا تختلف عن حياة الحيوانات في الصحراء. يلتقي نجيب مجدداً صديقه حكيم برفقة رجل إفريقي يدعى إبراهيم، ويتفقون جميعاً على الهروب في ليلة سيكون فيها الكفيل منشغلاً بعرس ابنته. قبل أن يهرب، يودع نجيب حيوانات المزرعة ويترك لها الكثير من الطعام، مؤكداً أنه سيعود إلى أهله قريباً. ينطلق الثلاثة في رحلة محفوفة بالمخاطر، ويقودهم إبراهيم بحكمته ومعرفته بالطريق، حيث يساعدهم عند المرض ويزرع فيهم الأمل لمواصلة الرحلة. في لحظة مأساوية يموت حكيم أثناء العودة، وينصح إبراهيم نجيب بالاستمرار في السير حتى الموت، مشيرا إلى تفضيل الموت في سبيل الحرية على العيش في ذل الاستعباد. لاحقا يموت إبراهيم أيضا، ويظل نجيب وحده في الصحراء، ولكنه يواصل السير حتى يصل إلى الطريق الذي تمر عليه السيارات، ومن ثم يعود إلى الوطن.
وبأسلوب سينمائي جميل يضيف الفيلم لمسة من الإثارة من خلال تصويره للأحداث بشكل متقن باستخدام زوايا التصوير الجذابة والموسيقى المؤثرة التي تدفع المشاهد للغوص في دواخل الشخصيات. يبرز الأداء القوي من الممثلين ويشدد على حساسية اللغة العربية، مما يجعلك تعيش كل لحظة وكأنها جزء من قصة حياتك. حياة الماعز هو أكثر من مجرد فيلم، إنه حكاية إنسانية تترك أثراً عميقاً في النفوس. هو استكشاف للشجاعة والكرامة والروح البشرية التي لا تنكسر في وجه الظلم. ارتبطت القلوب بشخصيات بسيطة، وفي رحلة مثيرة نجد أن الأمل يتجلى حتى في أحلك الظروف. تجربة سينمائية تستحق أن تضعها على قائمة مشاهداتك، لأنها بحق تأخذك في رحلة لن تنسى.